السلام عليكم، فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بصحه جيده نتوما وجميع الاهل ديالكم وحتى الكليبات ديالكم. المهم الاخوه، راه جينا نصوروا لكم واحد الكليبه. ها هي راه مولاها معانا هنايا، غيعطينا الاسم ديالها وشحال عندها في العمر، مسائل ديالها كاملين. ها نتوما الاخوه اللي بغى يتولع بكليب كانيش ديال الدار تشيلس، شنو تشيتسو اخوتي، سميتو تشيتسو، راه السميه ديالو راه غابره شويه صراحة. أنا خوتي أنا راه ما عنديش مع داك الكليبات الصغار بزاف، ما تنعرفش فيهم. باش نجيكم صريح، أنا عندي مع الكلاب الكبار لي مولوس هما اللي عندي معاهم بزاف. المهم هذا راه تا هو زويون، وخليكم معنا باش نوريكم الكليبة، وراه داكشي اللي فيها غادي نوريه لكم إن شاء الله، ما تزابطيش. ودابا الإخوان غنوريكم الكليبة، هانتوما كيما كتشوفوا. قول لي أخويا شحال عندها في العمر ديالها؟ عندها عامين أخوتي. واش فايتة ليها والدة؟ فايت اخوتي والده جوج مرات وهي صلاحه. ها انتم الاخوان كيقول لكم راه انت صلاحه كما كتشوفوا. راه هو ما كانش هو مسكين باغي يبيعها، ولكن الظروف خلاته انه يحيدها. ها انتم ها مولاها، راه غنخلي لكم النمره ديالو. واش فيها خويا شي حاجه ديال الدريساج؟ فيها في الدار، اما بحال كاسي وكلشي ياك ريحيك يعني كدير داكشي في الدار. كما سمعتوا الاخوان، راه قال لكم الكليبه راه فيها، الا قال لها جلسي في بلاصتك في الدار ما تديرش لي بيتيز. بالنسبه للكاكا بيبي ديالها، يعني انتم سمعوا اخوان، راه ما تدير حتى حاجه في الدار، راه اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. انا الاخوان راني ديبلاسيت من عند الاخ من اناسي، جيت لعندو، هو راه تيسكن في لاله مريم. اللي بغى هذه الكليبه الحين ان شاء الله، راه غنخلي لكم النميره في الاسفل ديال الفيديو، وراه غير النمره ديال الاخ هي اللي غنخلي، راه ما غنخليش الاخوان النمره ديالي. راه شحال من مره هاد الغلط تيوقع بزاف، تيعيطوا لي الناس اللي تنصور معاهم كيقول لي راه تيعيط لنا شي واحد كيقول لهم باغي الدريساج وداك الشيء. راه الكلب النمره ديالي الاخوان راه كتلقاوها انا في صندوق الوصف، وبالنسبه للنمره ديال المول الكلب راه كنحطها هي اللي تنحط في الفيديو باش بنادم ما يدوخش. المهم الاخوان اللي عجباتو هاد البياسه، بالنسبه للثمن واش غتقولوا لهم دابا ولا في الخاص؟ المهم انتم كيما كتسمعوا، ها ها انت اخويا قولها لهم وقول لهم شنو قلت لك. ثمن زوين ما نشيرش عليهم، اللي بغاه مرحبا يتهلا في هذا الشيء. علاش انا القرايه علاش بغيت ندوز شي حاجه؟ بالنسبه للاتصال، واش يتصل بك بنادم؟ يتصل بيه بنادم، كاين واتساب، اللي بغا كاين واتساب وكاين اب. كما كتسمعوا الاخوان، راه النميره غنحطها لكم في الاسفل ديال الفيديو. اللي بغاها راه يدخل يتصل بمولاها، يا مكالمه يا واتساب. واللي باغي يتفلى الاخوان من الاحسن بلا ما يصوني، الله يرحم لكم الوالدين. اللي شاري معقول مرحبا، اللي شاري معقول راه مرحبا كما كنقولوا. الكليبه ها انتم كيفاش دايرين؟ اللي بغى يخدم، اللي بغى يتولع منها، اللي بغى يتولع واللي بغى يخدم. ها انت كتشوف راه بياسه شباك، راه بياسه زوينه. الله سميتها توشكا، توشكا السميه توشكا، والاسم ديالها راه سميتها توشكا. اللي بغاها مرحبا والف مرحبا انتم الاخوان. سيدي راه نضربت انا معاها شي فيديو. مرحبا. ها انتم كيما كتشوفوا بياسه تبارك الله، اللهم بارك. اللي بغاها راه السيد تيسكن في لاله مريم كازا. اللي بغاها مرحبا والف مرحبا، راه انت وزوينه تبارك الله، خصكم تشوفوها مباشره. كنتي واقع لي الله محسن ليها ياك. راه يلاه كان ناقص لها الشعير. انتم كيما كتشوفوا كليبه تبارك الله، اللهم بارك. اللي كيعجبوه الكانيش كليبات الصغار ديال الدار، ها هما الاخوان كما كتشوف. ها انتم راه وقفه عندها تبارك الله زويونه، هاي هاي زويونه تبارك الله. انا خوتي ما كذبش عليكم، الكليبات الصغار تيعجبوني ولكن ما كنربيهمش، يعجبوني في المنظر ديالهم وداكشي. ها انتم كما كتشوفوا الكليبات تبارك الله، اللهم بارك. المهم الاخوان راه اللي بغاها كما قلت لكم النميره غنخليها لكم في اسفل الفيديو. وراه السيد راه قال لكم راه ما غايشيرش عليكم، غايدير معكم ثمن زوين. اللي باغي يتهلا فيها وغيتولع بها، راه الدري راه يتفاهم معاه. هو راه حكى لي القصه ديالو الاخوان، بانه المدرسه وداك الشيء وما بقاش عنده الوقت لها باش غيقابلها. لهذا خوتي راه عيط ليا قال لي تجي عندي، قلت له مرحبا والف مرحبا. واللي بغاني نجي عنده يكون في كازا وقريب ليا، راه مرحبا، راه نجي عنده حتى للدار نصور ليه، ما كاينش المشكله الاخوان. وبالنسبه للناس اللي تياديونا من البعيد، هذا غادي نوجه نداء، انا راه ما كنجبد حتى شي واحد، وما عمركم غتشوفوني طالع تنهضر على شي واحد. المهم هذوك الناس الله يهديهم، وهذا الشيء اللي غنقول لكم الاخوان. المهم راه كانوا ضربوا لينا واحد الفيديو الاخوان، كنت حطيته مؤخرا وطيروه،
وغنرجعوا ان شاء الله نحطوه ديال داك النشيوة ديال الدانوا الاخوان. المهم ماشي مشكل، غندوز عاوتاني ونرجع نحطوا لكم الاخوان وهذوك الناس الله يهديهم، وهادشي اللي غادي نقول لكم، وباي عليكم تهلاو ليا في راسكم.